شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر، السيد الأمين العام، والسيدات والسادة إطارات الاتحاد الدولي للاتصالات، أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء، أصحاب السعادة السيدات والسادة السفراء، حضور الكرام، يشرفني ويسرني في البداية أن أودي واجب التحية إلى جمعكم الموقر التي حملني إياها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما أغتنم هذه الفرصة للإعراب عن أسمى آيات التقدير لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطاتها على كرم الضيافة لهذه الدورة العشرين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات. كما أشكر الإطارات التي سهرت في الاتحاد الدولي للاتصالات على التنظيم المحكم لهذا المؤتمر، ولا يفوتني أن أهنئ السيدة والسادة الذين حظوا بثقة هذا المؤتمر عن طريق انتخابهم أو إعادة انتخابهم. سيدات والسادة، إن البشرية تجتاز اليوم بفضل الرقمنة منعطفاً مهماً وحاسماً في تاريخها، لما تشهده من تطورات وتحولات متسارعة في مفاهيم العلاقات الإنسانية وفي بنيتها في حد ذاتها، بحكم تغيرات ثقافية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل، فاتحة بذلك آفاقاً لبشرية جديدة تتجلى معالمها عبر الابتكارات المتتالية. إلا أنه رغم أننا لا نميز بعد ملامح هذه البشرية الجديدة التي ستنشأ مع الأجيال القادمة، يبقى من واجبنا أن نهيئ لها عالماً متوفراً على مقومات العيش، وأن نحرص على تفادي إنهاك المعمورة التي ورثناها جيلاً على جيل، ونتجنب استنفاذ مواردها لنسلمها كما ورثناها أو أفضل. ونحن في عصر هذه الثورة التكنولوجية المذهلة، تبذل الجزائر جهوداً معتبرة من أجل تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية متناسقة لتطوير الاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولتسخيرها لخدمة التطور البشري والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. فزيادة عن التنمية المتسارعة التي تشهدها الجزائر، وتحسباً لرقمنة واسعة النطاق، فإن المسعى المعتمد ضمن برنامج فخامة الرئيس يولي التحول الرقمي مكانة جوهرية ضمن أهداف التنمية، من أجل تمكين الجزائر من مواكبة هذا الانتقال العالمي وتزويدها بالبنى التحتية الكفيلة بضمان نفاذ عادل وشامل. وفي سبيل ذلك عملنا على تعميم نشر شبكة محورية وطنية للألياف البصرية والهرتزية على امتداد أكثر من 140 ألف كيلومتر، تغطي كل التراب الوطني بسعة 2 ترابايت بالثانية مع ضمان تواتر تام، وزيادة عرض النطاق الترددي الدولي مع تنويع نقاط توصيل الكوابل البحرية ذات الألياف البصرية، لا سيما الوصلات البحرية أورفال، ألفال وميدكس، التي من شأنها أن تسمح بتحسين جودة الخدمة وضمان وفرتها وديمومتها على المستوى الوطني، وكذا الإسهام على الصعيد الإقليمي في توصيل شبكات الألياف البصرية التي باشرت العديد من دول القارة الإفريقية في بسطها لصالح الشعوب التي تعتبر اليوم من أقلها وصلاً بالأنترنت في العالم. ثم إطلاق القمر الصناعي الكومسات 1 الذي سيشكل دعماً معتبراً لوسائل تزويد خدمات الاتصال لفائدة سكاننا من المناطق ذات الكثافة المنخفضة والمناطق المعزولة أو التجمعات السكانية ذات طابع التنقل. ثم إطلاق مشروع ضخم لنشر التوصيل السلكي اعتماداً على تكنولوجيا الألياف البصرية FTTX في كافة مناطق البلاد لصالح الأحياء السكنية بكل فئاتها تماماً كالمتعاملين الاقتصاديين. من جهة أخرى، وفي إطار تحسين الحوكمة، تعكف الجزائر على إقامة مركز بيانات ذي بعد دولي سيتم توصيله بشبكة الألياف البصرية ونقاط توصيل الكوابل البحرية ومحطات الربط عبر الأقمار الصناعية، حيث ستخصص هذه المنشأة لتوطين بيانات مؤسسات الدولة المخصصة للخدمات العمومية، وكذلك لتقديم خدمة إيواء تجارية للإسهام في دعم الاستعمال المكثف لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع الاقتصادي. كذلك نحن بصدد نشر شبكتين مخصصتين، أي إنترنت، عبر محطات الربط بالأقمار الصناعية لتمكين توصيل جميع مؤسسات التربية الوطنية من جهة، وجميع مؤسسات الصحة العمومية من جهة أخرى،
وذلك بهدف تزويد هذين القطاعين بالوسائل الحديثة للتربية الإلكترونية وللصحة الإلكترونية على الصعيد الوطني، تكريساً لمبدأ مجانية التربية والصحة في الجزائر، ومستفيدين من إطلاق قمرنا الاصطناعي للاتصالات. سيدات والسادة، إن الإطار القانوني يشكل لبنة أساسية في بناء محيط موصول، لما يتيحه للمتعاملين وللمستعملين على حد سواء من جو الأمن والثقة اللازمين من أجل استعمال موثوق ومطمئن. من هذا المنطلق قمنا بتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي تماشياً مع التطور التكنولوجي والتقني ومقتضيات تعزيز الديناميكية التنافسية. فعلاوة على التشريعات القاعدية المتعلقة بضبط سوق الاتصالات بالتصديق الإلكتروني وبالتجارة الإلكترونية، تم استصدار أطر قانونية تتعلق بالجريمة الإلكترونية وبحماية الأشخاص أثناء معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، وكذا الخدمة الشاملة وتمويلها. السيدات الفضلايات، السادة الأفاضل، إننا في الجزائر نؤمن بجهود الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية التزاماً بتقليص الفجوة الرقمية وتوصيل الشعوب، لا سيما في البلدان الأقل استفادة اليوم من التقدم التكنولوجي الذي تشهده البشرية. لذا اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لحث الدول على العمل داخل الاتحاد من أجل تطوير مشاريع ملموسة ومباشرة ترمي إلى إيلاء الأولوية للتنمية البشرية وتعميم مزايا التقدم التكنولوجي لتصل إلى جميع شعوب العالم على حساب المزايا التجارية وحتى على حساب الابتكارات، إذا كانت لم تكن هذه الأخيرة مدروسة كما يجب لتحترم البيئة، أو إذا كانت لا تحفز إرساء ديمقراطية النفاذ للجميع. السيدات والسادة، في الختام أجدد تشكراتي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيمها هذا المؤتمر، آملة أن تكون التوصيات المنبثقة عنه في صالح البشرية وفي صالح كوكبنا الأرض الذي نتقاسمه. شكراً لكم على كرم الإصغاء.